عمل معظم الدين عايش في المشاعر هذا الدين وبعدين يصير حار طلع هذا عن بعد هاي طريقة بعدين داخل روغن فقط من میخوام توضیح بدم صدام یکم گرفته تا فقط منتظر این کنه زیت حار جدا خیلی گرم روغن خیلی گرم بعدین داخل هذا ايش تضحكوا؟ لا قال الواتساب اصلا لا انا وجبه ثانيه اصور وماكو مكان سلام طبعا انا ما اعرف شنو هاي المواد اللي راح يخلونها هاي شنو هاي المواد بس ثاني یه اسکوپ 150 گرمیه بیس اصلیه بستنی از وانیل خودمون بهش شیر و خرما جنسینگ و یه سری مواد دیگه اضافه میکنیم دورش هم غلات قهوه ذرت کاکائو بازم یه سری مواد دیگه است که مثل عایق عمل میکنه نمیذاره گرما داخل بستنی برسه بله احمد هاي موطه مقلايه اي نعم والله ما ادري ما بعدين طبع جوز الهند هاي ستة دقيقة ما يزال هاي خلاص هاي خلاص نعم هاي خلاص الآن بس خدي نشاهد المكان هذا خلينا نصور المكان الغلاس الاحمر شنو هذا؟ الغلاس الاحمر هذا شربت اغا محصول روسيا مكان هذا في منطقة ماسولة قبل لا نوصل منطقة ماسولة قبل لا نوصل منطقة ماسولة هذا هو بستني سرخ قاردة سرخ قاردة منطقة بستني سرخ قاردة